مساء الخير. من دون مقدمات ندخل مباشرة إلى هذا الحوار، محاولين إيجاد بعض الأجوبة على الأسئلة الكثيرة المطروحة التي بتنا بحاجة إلى العرافين والراسخين في علوم الماورائيات لمعرفة حقيقة الأمور. فبين التفاؤل والتشاؤم طريق شاسع مملوء بالتناقضات والمعلومات المتباينة والمسؤوليات المتقاذفة بين الجهات ونتيجة واحدة: فاشلون. ضيف هذه الحلقة من 90 دقيقة رئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس ليبانون ربيع الهبر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ ربيع. على أن يكون معنا في القسم الأخير من هذه الحلقة رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان القنصل جاك حكيم. فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا على هذه الحلقة من 90 دقيقة، وبرجع بجدد الترحيب فيك. أهلا فيك. كثير متفائل امبارح مساء. يعني اجت معلومات، بتعرفي انه هن اللي مسؤولين عن التشكيل بيصيروا يكبوا معلومات تفاؤليه، علن بيمتصوا شوي غضب الناس او بيمتصوا ارتفاع بالدولار. نقع جميعا غضب الناس او ارتفاع الدولار، في فرق. يعني غضب الناس ما شايفينهم هن، ارتفاع الدولار اي يمكن عم بيلعبوا، لابد انه يصير في ابرايز، يعني انتفاضه اذا بدك. في شيء خطير عم بيصير، انه حتى اول تجربه وثاني تجربه وثالث تجربه، انا ان شاء الله بينجح الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومه، ولكن انا بشوف انه اذا ما نجح هالمره يعني ديفرنت تيست، مثل بيكون ثالث رئيس مكلف في عهد الرئيس ميشيل عون يفشل بتشكيل حكومه، يذهب الى الاعتذار. نحن شو صرنا؟ رح يصرنا يمكن سنه بهيدي القصه. صحيح. انه منشكل وما منشكل وبتزبط وما بتزبط منذ المبادره الفرنسيه، يعني واكثر من سنه، تخطينا السنه، صار لنا اكثر من سنه على استقاله الرئيس حسان دياب، ويمكن هيدا اكبر خطا صار بالتاريخ عندما اجبر حسان دياب على الاستقاله، وثاني خطا عم نشوفه عندما تستحيل تأليف الحكومة والكل متعنت بمواقفه والكل بغير، وما بدي أقول الكل، شان الكل متعنت بمواقفه، يعني خلص هي المشكلة. مش تلت معطل وتلت مؤثر وتلت ضامن، هي مين بيحكم اليوم. بس ميشيل عون بيشوف انه مع حفظ الألقاب بيشوف انه هناك تحالف طويل عريض ضده بقلب الحكومة، يعني بيشوف حاله منعزل، ومثل ما مرة قلت معك انه الخطر من العزلة مميت، خاصة ببلد مثل لبنان خطر العزلة مميت. ليه؟ لانه بيأدي مثل لبسانة بتزركيها بالزاوية بتخرمش بهالبساطة. يعني كأنك عم تقول انه اليوم في تكتل عم يحطه بالزاوية لرئيس ميشيل عون، وهلا هو بلش بمرحله الخرمش. ما بدي اقول هيك، بس انا بدي اقول لك انه تيار المرضى وتيار المستقبل وكتله الرئيس ميقاتي والحزب التقدم الاشتراكي وحركه امل هن بخندق، والرئيس عون معزول وحزب الله على الحيط، هن تكتل كبير عريض بوجهه، انه من الحكمه انه نعطيه شويه ثقه للزلمه لحتى يضل يقدر يقول انه انا موجود. هلا التصلب مستجد اذا بدك، التصلب من قبل الجميع. يعني انا لو كنت انا عم شكل حكومه مش وردي انا ولا مره، او بس الا اذا تغير كل هذا، الا اذا تغير الكونتكست تبع الدستور بلبنان، يعني وشو بيقولوا البطاطا صارت محطه وترين مشي بالخط مثل غنيه الرحبانه، ساعتها بقول انا انه اجاني حدا مثل حنين السيد يلي هي مديره البرامج بالبنك الدولي، بقبل بغض النظر مين سماها. في ناس عندهم كفاءه بدنا نقبل فيهم وبدنا ننبسط فيهم، بيكون هلا عن جد هن عم بفتشوا على مين بيكون صاحب بيكون كفاءه، بيكون الافضل افضل يكون الصراع على الاكثر كفاءه. ما هيك الافضل الافضل يكون الصراع على الاكثر كفاءه، مش على من يخدمني بالسياسه. اليوم للاسف الكل عم بيطالع اذا بينزرك او ما بينزرك، اذا بينحشر او ما بينحشر، اذا بخف تصويته بمجلس وزراء. خي مين ما كان يكون، الناس انفلجت. بس اليوم الاستعصاء برايك هو استعصاء داخلي بحت؟ يعني اليوم فيني اقول انه مشكله عدم تاليف هذه الحكومه تكمن في استعصاء داخلي وفي عناصر داخليه لا اكثر ولا اقل، ام انه لا اليوم يعني عم نشوف في دفع خارجي باتجاه تشكيل هذه الحكومه؟ ليه ما عم ينصرف او ما عم يترجم ترجمه بروحه الى تاليف هذه الحكومه؟
لانه هالقد الخلافات صارت كبيره وهالقد المواقف صارت عاليه السقف. اخر شيء صرنا نشوف سجال بين الرئيس سعد الحريري والرئيس هون افضى هذا كله الى شو؟ الى اعتذار سعد الحريري. طيب. بمرحله الماضيه سمعنا حديث المفتي دريان افضى الى تشنج وابتعاد التشكيلي عن الخروج والتوافق، واليوم نحن عم نشوف المزيد من التشنج على حقيبتين. اذا هيدا المزبوط انا بقول مجرمين، واذا ما كان مزبوط فيك بيكون في عوامل خارجيه، بس تحت عنوان الصلاحيات وتحت عنوان الحقوق هون عم تدور المعركه بشكل اساسي. مش من يشكل من يحكم، والمشكل مش من يعطل من يحكم. مين بده يحكم البلد اليوم؟ انت مقبله على حكومه ستنظم انتخابات نيابيه، الانتخابات النيابيه ستنظم انتخابات رئاسيه، وستنظم انتخاب لحاكم جديد لمصر في لبنان. شوفي هالرئيس الحكومه والحكومه الجايه قديش موقفها حساس وقديش موضعها حساس بمستقبل لبنان. من شان هيك ما حدا رح يتنازل عن مواقفه، واكثر من هيك ما حدا رح يقبل ينتقص من حقوقه. ومن هون نحن رايحين الى يعني كربجة بالوضعية. سببها الأساسي هو مبادرة أتت على جثة بلد مهترئ. وأكيد يعني اليوم المبادرة الفرنسية برأيك أتت على جثة بلد مهترئ. ايه؟ بالتالي إذا بدي أسأل بس عنه اليوم، هذه الفرصة إذا بدك الدولية للحكومة أو الفرنسية تحديدا، نعم، هي فرصة مفتوحة؟ خلصت الفرصة الفرنسية. انتهت؟ أيه فرصة فرنسية. ما بعد في دعم للرئيس ميقاتي وفي دعوة لضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية؟ أنه صار في اتصال إيراني فرنسي لحلحلة الحكومة بلبنان، وما تحلحلت الحكومة بلبنان. شو يعني؟ يعني هناك مثل كلمة سر إيرانية للمجتمع الدولي، نحن لا نعرقل تشكيل الحكومة، هاي معناتها. ما كان قايلها السيد نصر الله قبل ما يطلع هذا الاتصال بكتير وقت، وقال لهم ما تعولوا على أي اتفاق نووي أمريكي إيراني، وأن هذا الموضوع شأن لبناني داخلي ونحن ندعو إلى تشكيل هذه الحكومة. ولكن مزبوط، يمكن هيك مزبوط، والسيد حسن بيعبر عن وجهة نظر فئة كبيرة من الناس، ولكن الفيول والنفط الإيراني قد يكون أحد المعرقلات لتأليف هذه الحكومة. مين بده يتحمل مسؤولية قبول النفط الإيراني إذا فات من الحدود أو فات من البحر مثل بعضها؟ إذا استعملنا منشآت النفط أو استعملنا منشآت الطرقات لحتى ننقل فيها النفط الإيراني، يمكن نحن نوقع تحت عقوبات. ما بعرف إذا نجيب ميقاتي وما يملك من باع طويل في العمل السياسي سيقبل بأن يتحول إلى شخص عليه عقوبات أمريكية. بس كان أمام فرصة لو تشكلت الحكومة وراحوا إلى مصدر لتأمين هذه المحروقات، كانت السفن الإيرانية ما وصلت على. كيف بدو يلاقوا مصدر؟ مين بدو؟ ليش بدو يعطوك نفط ببلاش؟ مش بنفس اللحظة. اليوم حرري الاستيراد، كل العالم تستورد نفط بلا اللجوء الى مصرف لبنان، ولكن مجرد طرح باعتمادات عاديه من المصارف وبيجيبوا نفط وخلص ما في مشكله. مجرد طرح بلحظه طرح انه استقدام والاعلان عن استقدام السفن الايرانيه، صار الاتصال بين السفيره الامريكيه ورئيس الجمهوريه واستثني لبنان وبطل في شيء اسمه قانون قيصر. مش صحيح. وفد وزاري لبناني صار بسوريا أبداً. واليوم وزير الطاقه بالاردن، هذا كله عقاب ماذا؟ غير صحيح. لانه زياره انه السفيره الامريكيه نامت بالليل ووعت نهار قررت تجيب لنا غاز عراقي ومصري وما ادري شو. لا، هي هذه كانت عم تتحضر لها الاداره الامريكيه، عم تحضر دعم للبنان من فتره، كانت ناطره اعلان عن السفن الايرانيه لتعمل الاتصال. اجت اعقاب الاعلان عن الدعم الايراني لحزب الله بارسال النفط. ليه عم تضحك؟ عجبتني الصدفه. ايه ما هو كرمال انه كانت هي عم بتحضر لهذه الخطوه، واجا الاعلان عن هذه الخطوه باللحظه اللي تم فيها الاعلان عن استخدام. كان شهرين عم بيشتغلوا عليه هيك مثل ما عرفت انا، وثائبت انه سبقهم السيد نصر الله، ربح السبق الاعلامي. طيب على الاقل كسر هذا الحصار. على كل حال وصار في استثمار. كسر او ما كسر، نحن اليوم امام مشكله كثير كبيره. سياتي النفط الايراني سيشكل عائق اضافي
هلا اذا بشكل عائق اضافي طبعا اذا المجتمع الدولي يستثنينا من عقوبات قيصر والعقوبات الايرانيه ولن يعرض لبنان لمزيد من العقوبات. ما في عنا عقوبات لن يعرض لبنان الى عقوبات بس تحت اي عنوان تحت اي عنوان سيفرض هذه العقوبات؟ اليوم في حصار مفروض على لبنان، جاء طرف لبناني داخلي يعني بقول انا بدي كيف ما في حصار؟ كيف الحصار كيف عايشين في ظل شو؟ شايفه في بواخر محاصرتنا؟ لا هو هيك بيصير الحصار اليوم، الحروب الاقتصاديه والحروب الماليه والخنق اللي عم بيصير والعقوبات اللي عم تهدد فيها الدول. هن مش عم بيقولوا لك اجيال جديده من عم بيقولوا لك روحي اعملي اصلاح ايه؟ نحن عم نعطيكي مصاري صندوق النقد الدولي ابدا رغبته مع حكومه حسان دياب يزود الحكومه اللبنانيه باموال وبدات عمليه التفاوض. ليه المجتمع الدولي لم يدعم حكومه الرئيس حسان دياب طالما انه هو يريد حكومه وهو يدعو الى الاصلاح؟ اجى عمل لهم ورقه عمل وطلع وعملنا حكومه التعافي. وليش اتهمت هذه الحكومه بانها حكومه حزب الله وبانها حكومه اكثريه؟ صار القطيعه داخليا وخارجيا، ما حدا حصرها، ولكن هي حصرت نفسها لانه اجت من طرف واحد، هي اتحصرت دفكتو لانه اجت من طرف واحد وليس لم تمثل جميع الاطراف، ويمكن خروج القوات اللبنانيه وعدم المشاركه هو كمان لاطفاء جو الطرف الواحد. طيب بس في ذلك الحين طلع الرئيس سعد الحريري وأعلن استقالة حكومته وقال أنه أنا لن أشارك بأي حكومة مقبلة، لا أريد ترأس هذه الحكومة أو أي حكومة في عهد الرئيس ميشيل عون. حطلنا هاي المعادلة بهذا الوقت تحديدا، كمان كانت القوات اللبنانية قررت الخروج من الحكومة وعدم المشاركة، صارت معارضة بمطرح من المطارح، الكتائب كمان نفس القصة. طيب شو كان المفروض نعمل؟ كان المفروض البلد يوقف ينطر كل هذه الأفرقاء ولا يروح إلى تشكيل حكومة من أجل تسيير الأمور؟ ما تنسى أنه حكومة الرئيس حسان دياب لم تحظى بالغطاء السني الكامل. صحيح، ما مزبوط. إيه يعني ما تحط اللوم يعني على الكتائب وعلى القوات اللبنانية. ومقاطعة خارجية. المقاطعة كانت داخلية وخارجية وخارجية، ولكن لم يقفل على لبنان بالكامل. قالوا لنا وضلت الزيارات الفرنسوية وضل التوجه الدولي إلى لبنان، وقالوا لنا اعملوا إصلاح نحن مستعدين لدعم لبنان. بس أين تجت زيارات نحن الفرنسية؟ الحصار علينا هو حصار عربي فقط. المبادرة الفرنسية أتت بعد تفجير المرفأ بعد أربع آب على أعقاب إذا بدك يعني بالتزامن مع استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، وبالتالي هذه الحكومة ما كان فيها تعمل أكثر من اللي عملته. ما طلعت وأعلنت أن هي محاصرة. بس ما أكبر غلطة أنه استقالت، عم قلك أنه عملت هيدا الفراغ. يعني صار في استقالة لحكومة حسان دياب وصلتنا لهلأ في ظل مبادرة خلقت مبتورة. المبادرة الفرنسية لم تقرأ السوسيولوجيا السياسية بلبنان. هل قد كان في بعد عن هذه السوسيولوجيا السياسية في لبنان أو عدم معرفة بمفاصل الحياة السياسية اللبنانية؟ أرين الدستور مفكر أن الدستور بلبنان منزل. الدستور بلبنان غير منزل لأنه نحن عنا أعراف بلبنان. رئيس الجمهورية عنده حصة، تتم تشكيل الحكومة بالتوافق بين الرئيسين. نحن دائما منطور، نحن سنة 26 عمل الدستور الحديث للبنان، سنة 43 عملنا ميثاق وطني بعد كان نتيجة لأحصاء 32 اللي بعدنا مشينا عليه لهلأ يعني الحمد لله. طبعا. إيه؟ وصار في عندك عرف بلبنان، رئيس مجلس نواب شيعي، رئيس الوزراء سني، رئيس الجمهورية، هو كلهم مش مكتوبين. بس ما اتفاق الطائف ما اجا كرس هذا العرف. كرس هذا الموضوع ولكن كرس اعراف اضافية. قال لك انه رئيس الجمهورية عنده حصة وقال لك انه بيقلف. لا ما قال لي عنده حصة، قال لي عنده صلاحيات معينة، يعني اذا بدك سحبت منه لصالح مجلس الوزراء مجتمعا. العرف يلي تكرس مع الرئيس الياس الهراوي ومع الرئيس ايميل لحود ومع الرئيس ميشيل سليمان صاروا رؤساء جمهورية عندهم حصص. كان يجي بعد الرئيس بعد اتفاق الدوحة كرس عرف حصة رئيس الجمهورية. ليش قبل اتفاق ما كان الدوحة؟ كان له موقف شهير الجنرال ميشيل عون لما كان بالرابية قال ما في شيء بالدستور بيقول انه رئيس الجمهورية بس لا لانه كانوا عم يعملوا عم بيجيبوا حصة لرئيس الجمهورية. الياس الهراوي ما كان يجيب نص الحكومة، نسيت نقولها فخوري وخليل الهراوي نسيتوهم هودي ما امبارح بعدهم موجودين ما نسيناهم. بس ما كان الرئيس القوي اللي عنده ممثل داخل مجلس النواب اللي كان له حصة. هيدا هلا ممثل داخل مجلس النواب ما بدهم يعطوه شيء. كيف ما بدهم يعطوه شيء؟ ما هو تيار الوطن الحر اعلن انه لا يريد المشاركه في هذه الحكومه. بس الرئيس ما اعلن انه ما بده يشارك. ايه بس ما هن عم يتفاوضوا معه عم يعطوه هو ما بدهم يشارك بالتأليف. ما تم الاتفاق على ثلاث ثمانيات. بس قلي ما تم الاتفاق على ثلاث ثمانيات. تعال خبرك. ليه المشكله هي العقم المسيحية. العقم اتى من المبادره الفرنسيه، مش عم بحكي هلا شو عم بيصير. العقم اتى من المبادره الفرنسيه، اجوا قالوا حكومه مهمه وفي مداوره بكل الوزارات وحكومه تقنيين وبدنا نجيب ناس من برا. طيب ما قدروا
اجى مستصعب ما قدروا لا لانه في واقع بلبنان ما قريوا الواقع، ما قريوا كيف بتصير التشكيل. أوكي. وما قريوا انه ليش في مداوره، ليش ما في مداوره. اجوا اول شيء استثنوا الشيعه، قالوا اوكي ما قاعد الشيعيه بالوزاره بلا مداوره. أوكي. خليها وزاره الماليه. صاروا يتراجعوا لحتى سقطت المبادره الفرنسيه، وما وصلنا لهون الا لانه الفرنسويه قرأوا الدستور. انه بيقراوا الواقع هلا، مش صارت عند الفرنسويه، مش عندنا نحن كلبنانيين، لانه ما قدرنا بالموازين. نفتح ولا باب. خربطوا بالموازين، خربطوا. كيف خربطوا بالموازين؟ طبعا ما هيدا الشرط كان شرط دولي، مش بس شرط فرنسي. كانت الحقوق طبعا الامريكي عم بيقول لك انه انا بدي حقوق الاختصاصيين، وكان الرهان على اخراج حزب الله من هذه الحكومه. استاذ إذا 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 أسلمنا جدلا أنها حكومة اختصاصيين والمجتمع الدولي كله أخطأ بالقراءة. طيب ما بدهم يخطئوا بالقراءة، بدهم يقروا الواقع بلبنان. الواقع بلبنان يقول ماذا؟ بالديمقراطية التوافقية بالنتيجة. طيب أوكي، هذا التوافق اليوم في عناصر لهذا التوافق. اليوم نحن بنقدر نحن اليوم في تأمين عناصر توافقية بين الجميع، وتحديدا بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية. لحد متوافقين على كتير، بس وقت يوصلوا على آخر مسمار بده يفرق الميزان. عم يفرق الميزان. أنت قلت أنه المشكلة على الحكم، يعني نحن عمليا نعاني من أزمة من سيسيطر على هذه الحكومة. مثل الباب العصوص ونقطة. أوكي. إذا زي حميلي هبطت. نحن اليوم اخر مسمار يا بيعطينا الانتخابات يا بيقرر مين بيحكم بحكم مطلق. أي يعني يا بيعطينا انتخابات نيابيه ومن بعد انتخابات رئاسيه وتعيينات داخل. نحن رايحين على انتخابات نيابيه لا محاله. طب ليه متاكد انه رايحين الى هذه الانتخابات طالما ان احنا مش قادرين نعمل حكومه؟ شفت الفريق تبع الاتحاد الاوروبي اللي جه اليومين شو اجى عمل؟ اجى قال لهم اذا عندكم مشكله خلونا نساعدكم نحلها. ايه، واذا ما عندكم مشكله تفضلوا اعملوا انتخابات. بعدك عم تقول انه بسبب المبادره الفرنسيه التي لم تقرا سوسيولوجيا الواقع السياسي في لبنان قد وصلنا الى ما وصلنا اليه، لانه ما كانت على بينه ومعرفه بتفاصيل يعني العقد الداخليه والحسابات اللبنانيه. اليوم والاتحاد الاوروبي ولوح بعقوبات وطلع ونزل اخر شيء. ما بدهم يلوحوا بعقوبات، رح يلوحوا بشغله واحده، انه ببطل يجي قرش مساعدات على لبنان. روحوا افتصوا بارضكم. بس مين اليوم كجهات رسميه مين اللي عم يتلقى المساعدات؟ ما المساعدات اجت كلها للمجتمع المدني اخر فتره. ايه اوكي. ولا الجيش بس حتى ببطل يجي للمجتمع المدني، بطل يجي لحدا. اكيد في دعم، في دعم، بس هذا يكرس منطق في تبادل مع وزاره التربيه. انت هلا عم تكرس او عم توافق معي انه هناك حصار على لبنان اذا المجتمع الدولي قبل بيبعت، واذا لا شو يعني ما بيبعت. حصار؟ شو يعني حصار؟ بتعرف شو يعني؟ يعني اول شغله بيسكروا لك المصارف المراسله، اول شغله بيقطعوا عنك يمكن للميدل ايست قطع الغيار. شوفي بايران شو صاير بالطيارات. كيف توصل انت هني بيتدرجوا بطبيعه هذا الحصار. مفهمينهم انه مفهمينهم يعني هيك سوزون توندو يعني اذا بدك. كيف شو مفهمينهم؟ انه اذا ما صار في انتخابات نيابيه بموعدها وبشكل سليم انتم يا شباب قرش ما بقى رح يجيكم. طيب اذا بدي سلم جدل اليوم بانه ستجري هذه الانتخابات النيابيه في موعدها وما في اي امكانيه اليوم لتاجيلها او لقلب الطاوله في وجه هذا الامر، هذا يتطلب المنطق بقول يعني نوع من استقرار ولو نسبي بأمن حصول هذه الانتخابات وبأمن تحضيرات لهذه الانتخابات من هلا لوقت هذا الموعد او هذا الاستحقاق، وبالتالي هذا يفرض ان تتشكل حكومه بتكون مهمتها اجراء هذه الانتخابات مع اجراءات يمكن فيها اولويات نوع من يعني لملمه هذا الواقع اليوم وهذه الفوضى، وعلى الاقل تثبيت سعر الصرف بمطرح من المطارح. والله تثبيت سعر الصرف. ما في دولة بالعالم بتثبت أسعار الصرف أو بتحط حد للسوق السوداء وهذه الفوضى الحاصلة. تثبيت سعر الصرف خطأ عملته الحكومات المتعاقبة لأهداف خاصة. لأهداف خاصة مش عامة. حطتها بالبيانات الوزارية وطبقتها على كل الحكومات لأنه كله ورطه كله. كله ورطه سياسات الكل، كله ورطه الأخطاء الاقتصادية والسياسة. طيب أوكي، ومشيوا فيها وقبلوا فيها وكرسوها. نحن لن يكون هناك تثبيت لسعر الصرف بحياتنا. طيب لن يكون هناك تثبيت، ولكن على الأقل حيش نكذب على العالم. ليه؟ تثبيت سعر الصرف يتطلب دولارات. ما في دولة عم ثبتت سعر الصرف إلا ما انهارت. راحوا على مصر إنهم فتحوا سعر الصرف. مصر بلد منتج. تحرير سعر الصرف يعني حيكون؟ ما في عندهم قدره. يعني مين بده يثبت ليش نحن بلد منتج للنفط لحتى نثبت سعر الصرف؟ بس ما بدك تروح اخر شيء الى يعني تنظيم هذا هذه الفوضى الحاصله بمطرح من المطارح. ما بده يوصل على الساتوريشن، بده توصل على البوينت اوف ثريشولد يعني المطرح يلي ما بقى بيطلع الدولار وما بقى بتنزل الليره. طيب يعني بعد شيء 5 سنين بمطرح من المطارح، بعد شيء 4-5 سنين
طيب بس هيدا يتطلب بالدرجة الأولى أن تتشكل الحكومة لتقدر تعمل هذه الانتخابات اللي حضرتك عم تحكي عنها ولا لا؟ لا بتنعمل بهاي الحكومة بحكومة تصريف الأعمال؟ طبعا. طب ما هي لا؟ حكومة تصريف الأعمال يعني دخلك أقل ما وينه الوزير محمد فهمي؟ كم بدي أسألك عنه؟ من وقت ما صار تظاهر حد بيته دخلك شو صار؟ إيه شو صار وينه؟ اختفى للحكومة وينها كلها؟ يعني منيح صار في وفد على الرئيس حسان دياب في وزراء في كم وزير يعني بنعرف عنهم والباقيين اكتف والباقيين باسيف مش موجودين. طيب مين بيضمن لك انه هو حيكون موجود وقت اجراء اداريا لا بده يكون موجود لانه في مسؤولية وطنية طبعا. هلا كل اللي عم بيصير بالبلد لا يتطلب وجود هذه المسؤوليه الوطنيه، المسؤوليه الوطنيه تتجلى باجراء الاستحقاق الانتخابي. في استمراريه للمؤسسات سوسه، في استمراريه في انتقال للسلطه، ممنوع يوقف السلطه. هن وقت يجوا على الحكومه ما بحياتهم بيحلفوا يمين، بياخذوا صوره تذكاريه وبيعملوا بيان وزاري، بس هن في حتميه ماشي. استمرار شغلتين، المرفق العام والمؤسسه العامه. طيب ايه المرفق العام بكل يلي عم بيصير بتشوفي نحن بعدنا عم نحصل على مي، يعني مي، يعني جان جبران مدير عام مي جبل لبنان، بيروت جبل لبنان، عم بيروح على مكتبه وعم بيشتغل وكل الهرمية اللي تحت منه عم تشتغل. نفس الشيء مدير عام المي بالشمال، نفس الشيء مدير عام المي بالجنوب، ونفس الشيء مدير عام المي بالنبطية والى اخره. الهرمية ماشي. نفس الشيء كمال حايك مدير عام شركة الكهرباء عم بيروح يقعد بمكتبه، بس هو عم يعمل يعني مجهود على الفاضي لانه الكهرباء عم نشوفها ساعة. بتعرف شو عم يعملوا؟ مجهود مضاعف. انت مش بوقت طبيعي، انت بوقت حرج كتير، كتر خير عم تجي الكهرباء. هلا ما في كهرباء، هلا اليوم وقفت التغذية على الاخير. بوقت في عتمة طبعا. طبعا، بس انه كله عم بيقلل المرفق العام. نفس الشيء المؤسسات الدستورية يجب ان تستمر، هو يجب طبعا يجب أن تستمر وستستمر. منشان هيك في حتمية انه محمد فهمي كمان ما حفظ الأرقام سيجري هذه الانتخابات، سيشرف على اجراء الانتخابات. في الزامية انه يعملوها. ليه؟ لانه مصلحة اليوم التيار الوطني الحر تحديدا ان تجري انتخابات نيابية بعهد حكومة تصريف الاعمال. ما بعرف، لان في قراءه تقول هذا، يعني في راي بيقول انه اليوم ما بده، مش من مصلحتهم يروحوا الى اجراء انتخابات او كل الاحزاب حكومه جديده. لا حكومه جديده ما بيكون فيها الثلث المعطل لالهم، وبالتالي بيروحوا الى اجراء الانتخابات بظل حكومه تصريف الاعمال مثل بعضها بالنسبه لالهم. ما هن راح يخسروا ما قاعد، راح يخسروا ما قاعد. خلاص معصومه. اكيد كنت قايل اول شيء انه ما فيها التراجع الكبير. ما في تراجع دراماتيكي، بس حكما مع تطور الدراسات بتشوفي انه هن متراجعين الجماعه. هلا هيدا ينسحب على كل يوم الاحزاب السياسيه ولا لا؟ اكثر شيء على الاحزاب المسيحيه طبعا. اذا بتشوفي وضعيه طرابلس شيء مخيف، بتشوفي كيف الاحزاب متراجعه كمان بطرابلس. بس في تقدم كبير للرئيس ميقاتي لا بحسب الاحصاءات؟ مش مزبوط. بلا مزبوط، مش مزبوط. انا عملي انت عم تساليني قلي اذا عندي غير مصدر. لا بحسب معلومات مستندي عليها. ايه عارف كثير منيح. في قراءات بتقول انه وضعه كتير متقدم، وبالتالي كمان اليوم هيدا ينسحب على انه مهلة، اذا بدك يعني تشكيل الحكومة منا مهلة مفتوحة امامه، وبالتالي اذا وصل الى حائط مسدود شعبويا هو يحتاج الى هذا. شعبيا او شعبويا؟ شعبيا مش شعبويا. طيب اوكي. فرق كبير. لا انا بدي اقول لك اذا بدك سؤال جواب على سؤالك المباشر، انتخابيا لم يتقدم ابدا. من تراجع طيب بوجهه؟ تقدم المجتمع المدني في طرابلس تحديدا طبعا. اوكي، ماذا عن تيار هذا جمهور الثوره؟ ارض خصبه بطرابلس لانه الناس فقره هناك. وكل الاحزاب هن وتيار المستقبل وتيار العزم كلهم تعبوا. ما بدي فوت بالتفاصيل، لست مخول ان ادخل بالتفاصيل بهذا الوقت. انت عم بلشت تعمل هذه الاحصاءات طبعا. عم بحكي انا مش اذا انا مسؤول، بحكي طبعًا. بمسؤوليه طبعًا. انا عم اقول لك تراجع. اوكي، انت بتشوف من خلال مش اليوم أكيد. لا عم اقول من خلال يعني تستند على الاحصاءات اللي حضرتك عم بتقوم فيها انه في تراجع اليوم لرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس وسائر الاحزاب على حساب تقدم المجتمع المدني في طرابلس، او يعني حراك الحراك او الحراك الحراك المدني حتى نعطيه تسميه افضل. بس هن كلهم كل يعني جسم موحد؟ لا هن مش جسم واحد بس، ولكن نحن عندما نشير في الاستطلاع لمن ستقترع بتقولي لجمهور 17 تشرين او الحراك او شيء بيطلع ببينه انه عالين. عاده شو اللي بيغير بمزاج الناس؟ بيغير يعني الاحداث. بتختلف الامزجه برايك بشكل متسارع؟ ابدا. بتضل وقت كثير يعني. انا تعلمت انه دائما قبل 6 شهور من الانتخابات اذا بينت اللوائح والتحالفات
فيني اعطي نتيجه دقيقه 90%. بلشت تبين طبيعه اليوم هذه اللوائح والتحالفات اللي بدها تكون بظل لا ثقه الموجوده بين الجميع؟ مش كتير. تحت اي عنوان سيكون يعني خوض هذه الانتخابات؟ مفاوضات يعني كامله ومتكامله وتجري بمختلف الاتجاهات، وكل واحد عم بيجرب يحجز مقعد له كان هون او هونيك، ولكن مثلا بمناطق مثلا مثل كسروان والمتن وجبال والدائرة الثالثة من الشمال، عكار كمان ما بدي فوت بالتفاصيل، إذا بدك بيروت الأولى وبيروت الثانية شوفوا عليه، وبعبدا أنا برأيي وجزين وزحلة بشكل عام صارت واضحة النتيجة بالنسبة لي، واضحة جدا. هلأ؟ إذا بدك حصة الأحزاب واضحة بالنسبة لي. فيها تراجع كبير؟ في تراجع إيه. طب بس اليوم كيف نقدر نعمل هذه الإحصاءات إذا ما توضحت لنا صورة التحالفات اللي بدها تركب بالمرحلة اللي جاية؟ فينا نعمل. يعني تعتمد هون شو على الإحصائيات اللي بتكون مباشرة مع الناس ومزاج الناس؟ لك إذا تشقفوا الأحزاب، إذا تشقفوا الجمهور الحراك يعني، طبعا الأحزاب رح ترجع تاخد المقاعد يلي تستغل هذا التباين يعني، او هذا مش بتستغل، بيتقسموا اصواتها ما بتتمثل، واذا تمثلوا اذا توحدوا وتمثلوا راح يكون على حساب الاحزاب. قد ايه في امكانيه لانه يتوحدوا؟ يعني شفنا خلافاتهم كبيره كمان، يبدو انه الكل عنده صراع على النفوذ وعلى السلطه اخر شيء. ما بعرف شو في جوا. ما بتعرف شو؟ شو في جوا؟ ايه اوكي، بس من خلال ما بعرف من خلال المتابعات وال عم اقول لك ما بعرف شو في جوا، بس هن عم يتفاوضوا. ليه عم تضحكي؟ لا ما في جواب، ما بعرف. ما بعرف شو في جوا. ما انت عم تعمل احصاءات. انا عم بعمل احصاءات، عم بقعد على طاوله المفاوضات معهم وقت عم لا بس ما عم بتشوف قد ايه في تشردم على صعيد هذا يعني اذا بدك ما قدروا يعملوا جسم واحد. ما بقدر اعرف، انا بس اعمل استطلاع بسال انت لمين بدك تصوت، للتيار، للقوات، للكتائب، للحراك، بس يجيك جواب حراك. انت عرفتي عن اي حراك انا عم بحكي؟ لا. ما بعرف. بس انا عرفت انه حجم الحراك، انا عرفت واحدة. انه حجم الحراك 10% بمنطقه، بس عرفت اذا بده يتوحد ما عرفت. اذا توحد بياخذ 10%، اذا تقسم واحد بياخذ 3، واحد بياخذ 2، وواحد بياخذ 5. بس ينعكس سلبا يعني كلهم ال 10% بياخذ مقعد، ال 5% ما بياخذ ولا مقعد، يعني راحوا كلهم بيكون. فهمت علي شو الفكره؟ أوكي. انا مش قاعد على طاوله المفاوضات معهم، بس بعرف انه في جهد كبير ليتوحد. ايه اكيد، وفي اموال على ما يبدو تصرف بهذا الاتجاه. خلينا اطلع بفاصل ومن ثم نتابع هذا الحوار. نتابع 90 دقيقة وضيفي الأستاذ ربيع الهبر. أستاذ ربيع، يعني بدي أرجع لموضوع الحكومة، لأنه على ما يبدو كتير أجواء تشاؤمية هذا المساء، بين أنه قد يذهب إلى الاعتذار وبين أنه قد لا يذهب إلى الاعتذار. خليني أسأل يعني حسابات اليوم الرئيسين المكلف ورئيس ميشيل عون، فيك تفصل لي هون ماذا عن حسابات رئيس ميشيل عون؟ متشبس بمواقفه. حساباته انه بيضل مشبص بمواقفه لا نهايه العهد، لا ياخذ اللي بده اياه. طيب اذا ما نهايه العهد، اذا ما اخذ اللي بده اياه بيكون ما اخذ اللي بده اياه. طب بس اليوم من مصلحه الارض والسماء تزولان وحرف من كلامي لا يزول. ايه طيب مش هيك؟ ما تعلمنا من ميشيل عون. البعض بيعتبر انه هو اليوم يعيش في هذا الطقس النفسي اخر شيء، انه يستطيع العالم مثل ما انت يسحقني ولا ياخذ توقيعي. ولكن لن ياخذ توقيعي بالوقت اللي تحت هذا العنوان، عنوان الحقوق، يخوض هذه المعركة، ولكن المعركة هي من أجل قضية اسمها رئاسة الجمهورية للوزير شكراً. أنت أكيدة هيك؟ مش أنا أكيدة، في قراءة تتحدث بهذا الاتجاه وهي مقتنعة بهذا الموضوع. يعني أنا شبه أكيد إذا بديك، أو أنه رفض جبران باسيل بالشارع اللبناني أكبر من قبوله، وبحاجة إلى تسوية كبيرة 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 وضغط لكي. أكبر من الضغط اللي جاب ميشيل عون لرئاسة الجمهورية. أنت مع الرئيس عون أخذت 2.5 سنين لعملت رئيس جمهورية برئيس كان شبه يعني يمكن بناء تسوية عليه، وهذا ما حصل. مع جبران باسيل هل يمكن بناء تسوية عن مع جبران باسيل أو تسوية حول اسم جبران باسيل؟ هل الشارع الدرزي سيقبل؟ هل الشارع نص الشارع الشيعي سيقبل؟ هل الشاعر شارع السنة
شاعر بيقبل بس الشارع ما بيقبل. بس هل الشارع الصنع سيقبل؟ هي معركة على الحكم، ليه خوض هذه المعركة طالما أنه معركة خاسرة منذ البداية؟ عم تقول أنه ما في حظوظ اليوم لا وصوله إلا بتسوية كبرى قد تؤدي إلى ما أنت عم تعمل فرضية. مش أنا اللي عم بعمل فرضية، ماني صاحب يلي عم يعمل فرضية. عم يعمل فرضية أنه جبران باسيل يسعى إلى رئاسة الجمهورية، سعى أو لم يسعى، يعني هو بيعرف يقيسها بالسياسة، وهو رجل سياسي بيعرف أنه تسوية بتجيبه على الرئاسة صارت شبه مستحيلة. يعني نحن خلينا نقرأ كيف وصل ميشيل عون، الرئيس عون، الرئيس للجمهورية. الرئيس عون وقتها كان بالرابية كان أكثر قوة لأن كان متحرر من تبعات رئيسة الجمهورية، وبالرغم من ذلك قالوا لهم سعد الحريري أنه خلوا يتفقوا هو مسيحية عليه يقبلوا فيه المسيحية، أنا بقبل فيه. وقبل فيه دكتور سمير جعجع، قبل دكتور سمير جعجع عرض كتائب، ولكن القوات اللبنانية تمثل جزء كبير و15 نائب مسيحي أدى إلى قبول الرئيس سعد الحريري وتسوية مع والي جملات. أتت بميشيل عون بس طلبت الشغلة سنتين ونص من الضغوط ومن إفراغ. إفراغ؟ من أفراغ؟ أنا تيار وطن الحر. وقف مجلس النواب. أوكي مزبوط؟ ما تضحك على بعض صح؟ ما بعرف أنت عم بتقول. أنت ما بتعرفي؟ لا أنت عم بتقول. مين اللي عطل مجلس النواب مشان ما ينزلوا على الجلسة وتفرط الجلسة ويشاركوا حزب الله ومدري شو وصل الجنرال ميشيل عون الى قصر بعبده، وصل الجنرال ميشيل عون صار الرئيس ميشيل عون بعد عده تسويات. وكان في فتره نحن كان في لا موبيلات غربيه بالوضع بلبنان لانه كانوا كلهم انه راحت سوريا. كان الانشغال كله بموضوع سوريا، كان الانشغال بموضوع سوريا. وكان انه راح طار بشار الاسد، هلا انه شو ما صار بلبنان سيكون تفصيله هامش. صارت التسويه الامريكيه الروسيه بال 2018 بسوريا أدت إلى قلب الطاولة، وشفنا يلي صار بال 2019 ب 17 نتيجة لرفض إيران بالتسوية الأمريكية الروسية بوضع لبنان تحت شكل من أشكال يعني السلطة الأمريكية. هي لأنه إيران رفضت طبعًا. هذا الموضوع رحنا إلى ثورة 17 طبعا، لأنه إيران تسيطر كانت على لبنان وبعدها بتسيطر تسيطر على الجزء الأكبر من القرار في لبنان. يعني بهذا المعنى تسيطر على الجنرال ميشيل عون لأنه هي دعمت وصوله إلى رئاسة الجمهورية. جنرال عون هو حليف حزب الله. إيه يعني خلص. إيه ولكن هو جنرال ميشيل عون يوافق على وجود حزب الله بلبنان والأمريكان مش موافقين. صار تسوية إنه لبنان. بس ما أنت عم تقول إنه إيران تسيطر على لبنان. وهي يعني قبلت بوصول الرئيس الجمهورية ميشيل عون إلى قصر بعبدة. إذا الرئيس ميشيل عون هو تابع للتأثير والنفوذ الإيراني. في تأثير إيراني بلبنان شئت أم أبيت؟ مين أوصل؟ إجا ميشيل عون إجا إجا في تأثير غير إنه لبنان كله تحت تأثير النفوذ الإيراني. باي سبستيتيوشن توصلين لما تروح أنت بتوصلي. لا لا أنت هيدا المنطق اللي أنت عم تجرينا لهيدي النتيجة. في سلطة إيرانية قوية بلبنان بس قولي لي لا مش في مزبوط. سلطة إيرانية قوية بلبنان بدي سلم معك جدل، بس مش كل لبنان هو تحت تأثير هذا. أكيد سامير جعجع مش تحت تأثير الإيراني. طيب أوكي ولكن القرار النهائي بلبنان هو تشارك فيه إيران مزبوط. أوكي. تشارك فيه إيران يحو تقررت إيران مع السيد نصر الله أنه يجيبوا فيول. حكومة اللبنانية عندها كلمة تقول ما بنقبله. أنا عم بسألك، قرر السيد نصر الله أن يستقدم هذه المحروقات من إيران؟ قبلت إيران بهذا الموضوع منعا لي. كل واحد بفسرها على ذوقه وبيحكيها بطريقته. طب أنا عم بحكيها بطريقتي، أنت حكيتيها بطريقتك. أوكي. إيران ترغب بفك العزلة عنا، هذه أحد أشكال فك العزلة عنا. هلا هيدي احد اشكال فك العزله عن ايران طبعا. وهلا بس يبلشوا مفاوضات. ليش حتى بعتت بنزين على فنزويلا دخل باخر وقت؟ ما بعتت بنزين على فنزويلا؟ كسرت الحصار. ما كسرت مش لتكسر الحصار عنا وعن فنزويلا، يعني كرمال عيون فنزويلا مش كرمال عيون. طيب ايران. طيب ما انت شو كانت الخيارات المطروحه؟ ما هون نفس الشيء. ما هو السؤال اليوم خلينا انت نكمل. لما بدك توصل لهيدا الموت البطيء خلينا بس قل لي مشان المنطق اللي انت عم تشرحه. اليوم انت لما بيكون عندك خيار واحد انه مسكرين كل شيء قدامك واخر شيء في عندك هذه النافذه الوحيده اللي تستطيع ان تفتحها، بتفتحها ولا بتخلي شعبك؟ هلا بفتحها ما بفتحها غير موضوع. اوكي. صار سنه 2018 اتفاق روسي امريكاني. اوكي. ايه وصار في مواجهه بلبنان بالشارع مزبوط، مش ضروري خبيط وتكسير، كان في اقفال للطرقات، صار في شلل بلش للبلد. التحركات. بلش التحركات، كل هيدي وصلتنا لوين؟ وصلتنا الى
تجميد السلطة بلبنان. كان سبق عقوبات وبلش تقييد على حركة الأموال طبعاً. وبلشت هذه الأمور تقييد على حركة الأموال، مش لأنه أخذوا قرار تقييد على حركة الأموال، أخذوا قرار أنه يوقفوا مد لبنان بالازدهار والإنعاش الدولاري. اوكي بس ليه؟ لانه كانوا عم بيعاقبوا اليوم العهد وهذه التسويه طبعاً اللي حصلت طبعاً، وقرب الرئيس سعد الحريري من حزب نتيجة الله نتيجه ضيعنا الفكره الاساسيه. لا ما ضيعناها، بعدنا عم نشتغل. نحن وصلنا سنه 2018 لمطرح لرفض التسويه اللي صارت مع الرئيس عون. اوكي مزبوط، صار الانقلاب عليها بال 2019. انت اليوم بكل هودي المرقه بعدك بتتوقع يجي رئيس من نفس المحور او بنفس الفكره؟ لن يأتي رئيس هالمرة إلا إذا كان رئيس ضعيف، وإلا إذا كان رئيس تسوية بين الدول، وإلا إذا كان خارج المنظومة أو 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 الفكر يلي حليف مع حزب الله. بس أمتى إجا رئيس مش من ضمن تسوية إقليمية دولية؟ طبعاً بس كان يجيبوا يعني لك رؤساء بغير شكل كله. ميشيل عون بغير هيدا الحلف يلي صار، لأنه كان فيه لموبيلات باتجاه لبنان، لأنه جزء من التركيبة السورية اللبنانية. طيب نقل أنه بأحد الاجتماعات اللي كانت حاصلة مع تيار الوطن الحر أو بين يعني النواب، ودخل الرئيس ميشيل عون على هذا الاجتماع وقال أنه طلب من النواب المزيد من الصبر، لأنه يعتبر أنه اليوم رهانه نواب تيار الوطن الحر على أنه خياراته في السياسة عم تربح، بالتالي طلب المزيد من الصبر لنتخطى كل هذه المرحلة، لأنه يعتبر هو أنه خياراته بالسياسة عم تربح. هيدا يكرس أنه اليوم هو مقتنع بالخيار اللي أخده منذ لحظة وثيقة التفاهم الوطني مع حزب الله وهذا القرب، وهو يعتبر اليوم بمطرح من المطارح أنه هذا الخيار عم يربح إقليميا وسينعكس عليه في الداخل. لا تعليق. لا تعليق. طيب فيما يتعلق أنا مش هيك الجو. مش شو؟ مش هيك الجو. بالوقت اللي حضرتك عم بتقول ميشيل عون عمل تسوية مع حزب الله بغير اتجاه. بأي اتجاه عمل التسوية؟ عمل اتجاه لمنع الاقتتال الداخلي والخلاف الداخلي لتجميد الواقع الداخلي. الجمهوري البعض يعتبر بأنه هذا التقارب كان من أجل كمان تحقيق أهداف. من 2006 كان هذا التقارب يعني. لا هو آخر شيء راح إلى تفاهم وطني مثل ما هو شاف، وكان مقتنع بهذا التفاهم ولا لا؟ راح على التفاهم مع حزب الله حتى ما يصير مثل ما صار سنة 75 وقت عزلت الكتائب. طيب لإيجاد أرضية مشتركة لإيجاد تسوية على مستوى وطن. أوكي ايه؟ اليوم بعده مقتنع بهذا الموضوع ولا هو عم بيراجع حساباته؟ هو مقتنع بالتفاهم مع الجميع، يعني هو مقتنع بالحوار. أوكي. الكامل. طيب ليه مش فاتح قنوات حوار مع الجميع اليوم؟ بكتشوف إذا الغير قابل. ليه لا يقبل هذا الغير بهذا الحوار؟ بس برأيك بحسب قراءتك ليه؟ بحسب قراءتي نحن بمشكلة ومشكلة وجودية ومشكلة تنظيمية بالداخل. نحن لازم من هلأ وطالع نجرب نفكر كيف بدنا نغير التنظيم اللبناني، النظام اللبناني، الدستور الأساسي الذي يحكم البلاد، القانون الأساسي يعني الذي ينظم الحياة السياسية بالبلاد. اليوم نحن نعاني أزمة نظام حقيقي. سقطت دستور الجمهورية الثانية، أثبتت عقمة. أنت متفق أنا وياك أنه هذا اللي صرنا عليه بالطائف أثبت أنه فاشل. بس اليوم نقدر نروح إلى أنه هذه الخلاصة لنقول أنه والله هي فاشلة كانت، ونحن ما رحنا إلى تطبيق كامل بنود هذا الاتفاق لنعرف خيره من شره؟ ليش ما تكمل؟ إيه ما هو سؤال. لأنه ليه؟ وقتها كنا تحت الاحتلال السوري وانت بتشوفي له غير تسمية. أنا ما بشوفه، أنا بعرف أنه إجا نتيجة تسوية إقليمية دولية طبعاً. أدخلت سوريا إلى لبنان بغية يعني مشاركة سوريا بالحرب العراقية أعطيت سلطة كاملة لسوريا بلبنان. نحن قعدنا تحت الاحتلال السوري، انتقل الاحتلال السوري ما يريد من وثيقة الوفاق الوطني بالطائف لتطبيقها، ما يخدم مصالحه وما لا يخدم مصالحه. طيب خرج بال 2005 السوري أساء للاتفاق. أوكي خرج. بدي سلم بالجدل معك أنه هيدا ليس مش في جدل، جدل هيدا حقيقة. أوكي مش تسليم. طيب من 2005 خرج السوري نواب. ما خرج عملوا السوري 128 رحنا اتفقنا أنه منعطي جنسية لعرب ودي خالدي اللي كان الرئيس سليمان فرنجية يطالب فيهم لأنه اللبنانية أصليين. طلعنا جنسنا 500 ألف إنسان، اختل الميزان الديموغرافي. طيب بلبنان عملنا 500 قصة لحتى نعمل خلل بالداخل، وعطينا سلطات لناس وحجبنا السلطة على الناس. مش بس هيدا وفق اتفاق الطائف؟ شو؟ مش وفق اتفاق الطائف هيدا اللي صار؟ لا. رحنا إلى سحب صلاحيات من هون وحطينا صلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعة هيدا ايه؟ هيدا ايه؟ طيب. بس أنه زيد 20 نايب مش وفق اتفاق الطائف، ما هونيك اجتمعوا
ثلاث اشهر شهرين مدري قد ايه لحتى وتوصلوا انه بنعمل 108 طبعا كثير فجاه اجى السوري هون قرر اول مره ما بدي اعمل انتخابات بدي اعين طيب مش خرج بدي اعين نواب على ذوقي وعلى قياسي لحتى عدل الدستور عدد الدستور عدل عدل عدد النواب وين كان هذا المجتمع وعمل الدولي مرسوم تجنيس وين كان وعمل المجتمع الدولي الغيور على لبنان عاده وين كان هذا المجتمع الدولي كان برضا ولا مش برضا اي مجتمع دولي غيور على الخارج هذا الخارج مجرد ما عملوا لك اتفاق الطائف وعملوا لك اتفاق الطائف على قياس سوريا ما انه غيور طيب بس مش خرج السوري بال2005 من لبنان شو اللي منع اليوم انه تروح انت الى تعديل وتطبيق بنود اتفاق الطائف شو اللي طالما انت عم بتقول انه سوريا منعت منع منذ 2005 الخلل الخلل بالتوازنات يلي مارسته سوريا من 1990 لل 2005 وانشاء التعديلات الدستوريه معلنت انت عنوان كبير وعريض انه انا جاي لاصلح هذه التوازنات وانه انا لن اقبل بهذا الخلل القائم وخط الانتخابات عم بحكي على صعيد الشارع المسيحي مع عوده الرئيس ميشيل عون الى لبنان وخروج دكتور سمير جعجع وكان هذا هو العنوان اليوم تصحيح هذا الخلل ما قدروا لانه كان في موجه بوجهن هالقد قوي وكان في وجود حزب الله الرافد انا موجود وانا معي سلاح وانا حاط الفرد على الطاوله بدي اتفاوض بدي اقول لهم اياها ليك انا حاط الفرد على الطاوله بيعرفوا انه هو الاقوى وهو عنده القدره ومعهم حق او ما معهم حق غير موضوع هيدا هو ذاته الفرد كان محطوط على الطاوله ما راح الى وثيقه التفاهم الوطني وفات ما كان بهذه التسويه كان في المدفع السوري كان اقوى من فرد حزب الله كان المدفع السوري عم تحكي لي عن اي فرد يعني كان في المدفع اقوى من الفرد طيب اوكي طب طالما انه مثل ما حضرتك عم تقول بهذه القوه اليوم يمتلك هذه القوه هو يخيف الجميع ما بيقدر يحط طاوله على الفرد على الطاوله يعني كيف بصح هذا المنطق لما هو اليوم مش قادر يقنع حليفه بتشكيل الحكومه وهو اليوم الداعي الى تشكيل هذه الحكومه طالما نقول بهذه القوه ما بعرف اذا عم بحاول يقنع حليفه ما هو سايلنت بارتنر هلا هو سايلنت اكتر طب اليوم اللي هو لاعب صامت اي دور يلعب اليوم على اللواء عباس ابراهيم شو اللي وقع بس ابراهيم مدير عام الامن العام ايه مش عم يعمل مبادره اليوم دخل على خط التاليف شو خاصه بحزب الله اللي وقع بس منه كان بمباركه وبدفع من حزب الله وغيرها من الجهات مشان الوصول الى اللي وقع بس ابراهيم قريب جدا من الرئيس عون يعني اليوم الرئيس عون هو طلب من اللواء عباس ابراهيم ان يقوم بهذه المبادره شو ما كان اللواء عباس ابراهيم معروف لاقناع رئيس نجيب ميقاتي لواء عباس ابراهيم معروف بوطنيته ما بعتقد انه لواء عباس ابراهيم بيمشي بطلبات الاحزاب يعني هو بمبادره شخصيه مش منه بركه بمبادره شخصيه مش انت عم تقولي لي بمبادره من حزب الله انا عم بسالك سالتك طرحت عليك السؤال اليوم لما بيلعب هذا الدور هو يلعب هذا الدور بقرار شخصي منه ولا هو اخذ اذا بدك في يعني حدا طلب من اللواء عباس ابراهيم ولكن المشكله اكبر بكثير من انه تحل بهذه الطريقه في وجودي موضوع وجودي اليوم شو يعني وجودي يعني وجودي. نكون او لا نكون شيء من هالنوع اوكي يعني هيك بينظر رئيس الجمهورية طيب كمان في تحليل يقول او في قراءة تقول بانه اليوم لو كان القرار بيد رئيس الجمهورية لكان ألف هذه الحكومة واليوم بحسب الاجواء اللي عم بيصير في تناقل لها بشكل كبير جدا بانه بيكون الاتفاق اليوم بيصير في انقلاب على هذا الاتفاق واليوم بحسب جريدة الشرق الاوسط بحسب ما نقل عن مصدر يعني مطلع بهذا الاطار عم بيقول انه الوزير بسير هو الذي دخل على خط هذا الانقلاب هل صحيح هذا الموضوع ممكن كثير يعني اليوم المعلومات الصحفية تقول انه جبران بسير اخذ الليد بالمفاوضه يعني هلا مزبوط الرئيس هذا عون الموضوع ما هو عم بيقول انه انا لا اشارك هو بيقول ما لا اشارك انت مصدق انه ما بشارك طب على ماذا الاتفاق على ماذا الاختلاف الاختلاف على القدره المعطاه لرئيس الجمهوريه هل رئيس الجمهوريه ليس لديه قدره وليس لديه قدره على القرار وعلى التصويت جوا يعني ام هو يعني على هو من يحكم اوكي يعني هو متمسك على من يؤلف ومن يحكم طيب. اليوم اذا ما في عنده واحد سلطه ليش بده يروح على هالتسويه لكي يستطيع ان يحكم عليه ان يحصل على الثلث المعطل مش بالضروره لكن كيف بده يحكم اذا من هو خلال وزارات وزنه يكون له فيها القدره على التحرك اذا انا بدك تجيبيني عطيتيني وزاره الطبشور ووزاره ما بعرف شو حي الله ما انا عم اقول لك حي الله شيء انه وزارات غير وزنه اكيد ما في وزاره الطبشور وزارات غير وزنه انا ما عندي قرار بس اذا اعطيتيني وزاره الداخليه واعطيتيني وزاره الاقتصاد طب ما اخذت العدل واخذت الداخليه يعني في كثير وزارات وزنه بعدين مين اللي عمل بدعه الوزارات في وزارات وزنه وزارات غير وزنه اخر شيء بنهايه المطاف انا في اربع وزارات اساسيه في ست وزارات خدماتيه والباقي في 10 وزارات شو مكان طيب بس هلا خدم العقد شو مكان قد ما بدك مش انقال انه العقد هي بوزاره الاقتصاد هلا مؤخرا طبعا لانه هيدي الوزاره
الوزاره هي رح تعمل. هلا صارت دسمه؟ ما كانت دسمه قبل، لانه ما كان عندها الدور. نحن هلا بحاله لانه في صندوق الدوله وفي مفاوضات بدها تصير، في صندوق الدوله في يلي بده يروح ياخذ وزاره الاقتصاد بده يكون متمثل بالمفاوضات مع صندوق النقد. طيب مش هيدا هو اعتراض رئيس نقابه اليوم؟ وبده يكون عنده علاقه بالبطاقه التمويليه، وبده يكون عنده يعني علاقه بالاستيراد، وبده يكون في عنده. لا ما قال كثير عليها. مين قال انه البطاقه التمويليه هي بطاقه انتخابيه؟ مش مزبوط. غلط. يلي بيعرف عم تشتغل بطاقه انتخابيه، انا مطلع شوي بيعرف انه هيدا غير صحيح ابدا وغير وارد الموضوع. لكن في عندك داتا بيس في 800 الف زلمه، كيف بده يكون فيها انتخابات؟ ما كل الشعب اللبناني فقير؟ لا، عم يعتبروا بانه تاخر يعني اذا بدك حصول المواطنين اللبنانيين عليها، وبصير في قرب اكثر للاستحقاق الانتخابي، بتعتبر كانه مش بطاقه انتخابيه. لانه هي التسجل رح بيكون على منصه على الانترنت ورح بيصير في فيريفيكاسيون سريع، يعني مش مثل ما عم بفكروا. نحن بعد عنا 7 أشهر للانتخابات النيابيه، مش بكره الانتخابات النيابيه. فعفوا، فاذا نحن مش ما راح يكون فيها التاثير، يعني يخطئ من يعتقد. حتى عم شوف كيف عم بيركبوا مثلا رئيس الفريق التقني الفني. طب لكن ليه اللي عم انا يعني طلبوا مني انه دبر لهم حدا لهيدا الموقع، وبدهم اياه انه ما يلك قدام الجهات السياسيه ويكون شاطر تقنيا، يعني الفريق اللي عم يشتغل عن جد فريق تقني. يعني برايك هي الاسباب التقنيه تاخر صدورها للبطاقه؟ وزير الاقتصاد اللي قاعد يشتغل على الداتا بيز ليل نهار، بين وزير الشؤون الاجتماعيه وبين الجهات المالحة والبنك الدولي، يعني إذا بدك بين حنين السيد كانت مرشحة تجي، اجتهم كدوم من السماء أنه تجي عن جد، لأنه هي من يلي عم يشتغلوا على هالموضوع. ما بعرف كيف تتخذ القرارات بلبنان. تعرفيها قصة الأم الصبي؟ اي طبعا، هلا بألف مرة مخبرها أنا على التلفزيون، بيروحوا عند سليمان الحكيم اثنين نسوان عم بتناقشوا ولد، هاي ابني هاي ابني، بيشيل السيف بيقول رح قصه بالنص، انت بتاخدي شقفه وانت بتاخدي شقفه. نطت ام الصبي قلت له لا مش لقلي خذوه، عارف انه هي ام الصبي. ما عندنا ام الصبي، بس في ام الصبي عندنا؟ لا عم بقول لك، يعني سنبحث كمان عن ام الصبي بمطرح ام الصبي وقت منروح ومنناقش صيغه جديده لاداره هذه البلد. هذا البلد ما في بقى يكمل. اوكي، بس توافرت يعني اليوم مكتمله هذه العناصر للذهاب الى اليوم يعني النقاش حول الصيغه المفترض ان تكون في المرحله المقبله. بالتالي نحن كلبنانيين قادرين اليوم على انجاز او انتاج صيغه جديده. لك من سنه 1737 حتى اليوم مع كل دستور للبنان، كل ما بده يتغير الدستور كنا نروح على حرب. صحيح. ولا مره صارت على البيرت. 1841 1737 1860 1914 1925 كل مره كان يصير حرب. كيف طلع المجلس عدلي سنه 25؟ صار حرب صغيره بلبنان، عملوا المجلس عدلي حتى ما تتكرر. وقتها جنرال جورو، وبعده ماشي المجلس عدلي لهلا. سنه 90 اخذنا 15 سنه، سنه 2007 عملنا حرب صغيره لحتى عملنا تسوية الدوحة. كله على السخن، هاي ما بتتزبط إلا على السخن. يعني ما حدا رح يقول لك قوموا يا شباب. فايتين إلى هذه السخونة في المرحلة المقبلة؟ إن شاء الله. يوم إن شاء الله. شو الخيارات المطروحة اليوم؟ شو السيناريوهات اليوم منتظرة؟ قد برأيك يذهب الرئيس ميقاتي إلى الاعتذار؟ أنا بشوف إذا ما تشكلت الحكومة مش من العالم اللي بيرغوا نجيب ميقاتي، مش إنه بيروح بيعتكف ببيته وزعلت وبطل بدي وبطرق سفرة وما برجع. أجيب مئاتي يقول إيه نعم أو لا خلص. طيب في حال رحنا إلى هذا الاعتذار، كيف بدها تكون ردة الفعل على صعيد الشارع؟ ما هو المنتظر في الداخل اللبناني؟ ماذا عن كمان المهل؟ ما كان تاير الوطن الحر عطينا مهلة من هلأ من الجمعة لنهار الثلاثة، أنه بحال لم تتشكل الحكومة كان رايح إلى تصعيد خطواته بما فيها خطوة الاستقالة من مجلس النواب. بس يستقيلوك الحديث ايه، بس هو اليوم عم بيخوض معركة، يعني بيفتح يعني معركة جديدة باتجاه مجلس النواب برأيك؟ يعني هيدي بتكسبه انتخابيا، بتكسبه بالشارع؟ لكن اليوم سعد الحريري محافظ على شعبيته. ليه؟ انه اخذ الليد ضد التيار الوطني الحر، بده التيار الوطني الحر ياخذ الليد بمعركة مع اليوم حتى يرجع يربح انتخابي. يعني يحتاج الى خصم؟ يحتاج الى بركي، يحتاج الى تكبير صورته بالمواجهة، يمكن احد لهيدا، بس ما بعتقد انه بيعرفوا يعملوها. بس يعني زبطت معه لسعد الحريري بالغلط، يعني بالغلط برايك؟ بصدق انهم بيعرفوا يعملوا بوليتيكال ماركتينج وكامبينينج وهيك، مش كتير شاطرين الشباب.
بس عم على الرغم من هذا الشيء اللي حضرتك عم بتقوله كانوا دائما هن يعني كان هو الرقم واحد بالشارع السني. ايه وبعده الرقم واحد، ما رح يتغير كثير الوضع. يعني النتيجه منيحه. حكم النتيجه منيحه، اخذ يعني كل يوم بيطلع لنا هجوم على رئيس الجمهوريه ليه؟ لحتى يخلي الشارع هلا قبل الانتخابات متماسك، وانا بخاف يا خوفي بس نوصل على الانتخابات يصير في تشنج كثير كبير بالارض. لناحيه ماذا؟ تشنج امني كبير؟ تصعيد طائفي ومذهبي وسياسي. ليه؟ لانه حيصير في شغل كثير على اللهجه الطائفيه لحتى يشدوا العصب اكيد. ونرجع على نفس الدوامه وتحت عنوان استعاده الحقوق وانه نحن حقوقنا مهدوره اليوم. وكلهم هيك رح يعملوا. حروب الغاء يعني. حروب الغاء صغيره يعني قد تؤدي الى حرب كبيره ما بعرف. قد تؤدي؟ بس اليوم برايك يعني بحسب المسار وبحسب كانه في دخول امريكي او اندفاعه امريكيه هيك تجلد بشكل اكبر خلال الفتره الماضيه لناحيه الدعوه الى ضروره اجراء الانتخابات النيابيه، عفوا ضرورة إجراء تشكيل هذه الحكومة، التسريع في هذا الموضوع مع دعم فرنسي واضح بهذا الاتجاه، هيدا كله سوسن عندك 1,600,000 لاجئ سوري و352,000 نازح سوري و352,000 لاجئ فلسطيني. هودي قنبلة موقوتة بلبنان لأنه عندهم مشكلة معيشية، لأنه عندهم مشكلة حياتية، عندهم مشكلة تعليمية، عندهم الأمريكان مبسوطين كتير يفجروا البلد بظل هيدا. بارح أقروا مساعدة عاجلة للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار. الكل الجميع المجتمع الدولي يسعى يمكن إلى حصار لبنان ولكن إلى الحفاظ على استقرار لبنان، لأنه هن عارفين أنه هيدا يؤدي إلى تفجير بالواقع بالوضع. واليوم رح خبرك سر، احد المسؤولين الامنيين اسر الى مرجع كبير انه الوضع خارج اطار السيطره اذا ما صار في حكومه سريعه جدا جدا جدا. مشان هيك تسربت الاجواء السلبيه هذا المساء بهذه الطريقه؟ ما بعرف. يعني اليوم اذا طالما في مثل هذه المعطيات وفي خشيه وفي خوف وكل الواقع يقول انه اذا ما تشكلت حكومه رايحين الى يعني مكان مخيف، وبالتالي بنطلع بنكون امام مثل هذه الاجواء التشاؤميه والسلبيه. انا عم خبرك شو صار. طب هو السؤال كمان اليوم من مصلحة هذا العهد أنه ما يسهل بتشكيل الحكومة ويقدم المزيد من التنازلات اللي هي مطلوبة من الجميع آخر شيء مشان مصلحة هذا الوطن، وين تكمن هذه المصلحة إذا نحن رحنا إلى نهاية عهد ما في حكومة؟ ما هيك أنا بسأل تخليك أنه ما بعرف إذا العهد هو اللي قلب وزير الإعلام يعني طالب بجورج إرداحي بعد ما كانوا اتفقوا على هالحقائب. هاي هون تكمن المشكلة يعني؟ مش هون تكمن، تكمن بتغيير الطلبات. يعني دائما في احد الافرقاء يلي مربوط بافرقاء اخرين يغير في الطلبات ويغير في الحقائب. ليه؟ اشرحي لي. عم بسالك لك انا بدي اسالك لك. انا اطرح سؤال يعني انا عم جاوبك. ايه انا اطرح سؤال. لا في اطراف عم بتغير بطلباتها، ليش كل الاطراف لها حق تسمي وقت نوصل على حصه محدده تعود للمسيحيين بنروح بنبحثها نحن وياه؟ ليه؟ بس هون هي هون تكمن المشكله؟ بك اكيد هون تكمن مش المشكله. مش بثلث معطل ومش ب اليوم يعني وزارات معينه بفكره من يؤلف ومن سيحكم. طيب ومن سيحكم؟ ما اذا انا بدي الف اتركوني انا، اذا انا وياك بدنا نالف تركنا نالف سوا، مش 300 واحد بألفه وانا ما بألف. وهو كمان على المقلب الاخر بقول انه بنكون اتفقنا وصلنا الى التفاهمات ويدخل بالاعلام ومع السياسيين وكل شيء كلهم بيخبروا نفس الخبريه. سموه جن الكهف على أي جن الكهف. اي جن الكهف. جن اللبناني هذا فريد من نوعه. جن الكهف هيدا جن اللبناني. بنتفق على تشكيله من اربع اسابيع اتفقوا على التشكيلة. صار تسريب عبد الله أبو حبيب وزير خارجية، مروان أبو فاضل نائب رئيس مجلس الوزراء، حبيب أفرام مين انقلب؟ مين ما بعرف بحسب معلوماتك كارول عياط إلى هذه الأسماء مين في أسماء عم تنزل عندك معطيات؟ عندك معلومات؟ عندي معلومات. مين انقلب على هذا الاسم؟ انقلب على الاسم وقت طرح جورج إرداحي ووزير آخر للاقتصاد. سحب اسم عبد الله أبو حبيب من داخل البيت نفسه حسب من قال. مروان ابو فاضل حكى انه من وين سحب الاسم تبع مروان ابو فاضل؟ من سحب الاسم؟ من سحب الاسم؟ هو قرر الانسحاب. ليه؟ ليه؟ لانه خضع لامتحان وشروط وبده يوقع على استقالته ولا لا؟ هيك صار؟
ما هيك صارت هيك المعلومات كانت عم تتحدث. العلاقة بالأساس مش هالقدر ركبة، ليش بدهم يخلوه يوقع لشو جاي عنه؟ مش عم بيصير في اختبارات للوزراء المرشحين على كرسي مثل ما صار هذيك المرة شو بحكومة حسان دياب ما مضمون بيحرقوهم بالكفاح ما مضمون ولك شو يصطفلوا بيعملوا البدونية وقت عم بيجيبوا واحد على اسمهم يصطفلوا يعملوا البدونية او لكان مش جاي على اسمهم لكان غيرهم اختار لهم اياه وقال لهم غيرهم عم ينقل هذا اسطع دليل ايه؟ انه واحد عم بيجي ينقي يقول له انت ما بتنقي نحن بننقي عنك لا ما هو هي ما يقولوا اخر شيء انه عم بيصير في انقلاب وقت عم يجوا يقولوا انه خضع لاختبار وطلبوا منه يوقع يعني مش هن جايبينه يلي هن جايبينه بيوقع وهو مبسوط يعني كان مفروض عليهم هن قبلانين فيه ما عم قلك انت ما تختار نحن بنختار عنك طيب مشان ما نضلنا عم ندور في هذه الحلقه يلا. المفرغه اخر شيء يعني الله يساعد المواطن اللبناني اللي لما بده يسمع مثل هذا الحوار واخر شيء بس بده يعرف ماذا يجري بيشوف قد ايه هو رقم يعني اذا بدك غير مرئي عند من هم يعني يفترض انه مسؤولين عنه بيسيروا له شؤونه وصولا الى تامين يعني مقومات حياه كريمه انت وجاي على التلفزيون هلا اي ساعة جيت؟ على السبعة سبعة في طرمبة بنزين هون قبل شوي شفت السير عليها كيف هو؟ بس هون ما هيدا على امتداد على مساحة الوطن للأسف على امتداد مساحة الوطن نحن ويننا؟ نحن بمطرح مزعج صرنا نحن المواطن يأن بكره بس تصير تنكة البنزين 280 ألف ليرة تبقى ذكريني شو رح بيصير شو رح بيصير بتراهن انه حنكون امام يعني كان في رهان ماشي نص المؤسسات بتسكر بس كانوا دايما عم بيقولوا بكره بيتعودوا على ما يبدو تعودوا لا ما تعودوا ما تعودوا كيف بده يتعودوا يوم بعد كل اللي صار من 17/20 وصولا الى اليوم هيدا الواقع ما قبل فيه المواطن اللبناني تعال اخبرك شغله 60% من اللبنانيين معيشهم بمعدل مليونين ليرة ايه يعني معيشهم بمعدل 6 تنكات بنزين رح بيكون اوكي هودي كيف بيوصلوا على اشغالهم اشرحي لي انا هذا السؤال بدي اساله هذا سؤال اللي نحن انا وياك اليوم بدنا نساله للمعنيين بتفكير شو رح بيصير نص المؤسسات وذكريني وحاسبيني على هالكلمه ايه رح بتسكر وتسرح موظفين المؤسسه العامه رح تتعسر القوى العسكريه رح تتعسر الخدمات المؤسسات المختلطه يعني موردي الخدمات بالدولة اللبنانية يعني كهرباء كله بده يتعسر يعني انت عم تحكي عن انهيار شامل انا بحكي بالتوتال شت داون من سنتين صحيح ايه كله رح يتعسر طب من وبالاضافة لهيك رح يصير في ارتفاع بسعر الدولار بكره بيقولوا لك ليش مصرف لبنان ما دعم وليش اوقف الدعم اذا 60% من الدعم يذهب الى خارج الاراضي اللبنانية او يخزن تحت الارض او يحتكر هذا اللي بنعرفه هذا اللي بنعرف قد ايه بعد هذا اللي بنعرفه نحن واللزق المحاسبه بتكون بمكاييل متعدده كمان نعم ايه واخر شيء سياسات متعاقبه اوصلتنا لهون اقتصادي وبعدنا مكملين بنفس السياسات الاقتصاديه يعني بعدنا متشائم جدا حضرتك استاذ ربيع شو بدك في ما في شيء بفرق وما يعني للاسف بس المنتظر على ما يبدو جحيم مخيف اكيد طيب امتين وصلنا لها يعني لا. اليوم وقف الدعم فعليا على المازوت ما بقى في مازوت مدعوم لم تفرغ الباخرة لأنه لم تفتح الاعتمادات ما بيجيبوا لها مصاري خبريني هاي الأموال يعني أيام سوداء أموال تنتظر. اللي بيحكوا عنها أموال الدعم قد بعد معنا بالحلقة خلص وقتنا أموال الدعم التي بيحكوا عنها هي مش أموال لدعم أموال لمواطنين بمصرف لبنان أموال المودعين بدهم إياها للدعم بميلة بميلة تانية بيطلع تعميم من مصرف لبنان رقمه 158 كنا عم نحكي عنه نحن قبل شوي تحت الهواء بيقول للعالم تعالوا خذوا مصرياتكم من المصاريف بصير في شغل ضد هذا التعميم بالتحديد بتعرفي ليه؟ ليه؟ لتصرف هذه الأموال على دعم تتمول منه مهربين وبتمول منه محتكرين ايه؟ والتعميم هل قد سهل لحتى العالم تروح تجيب مصرياتها من المصارف مشان هيك الناس خافت وما راحت الى لانه صار في دعايه واضحه ضد هذا التعميم يعني لم نعد نمتلك الا الدعاء مثل ما قالنا رئيس بر امبارح الرئيس التنفيذي لشركه ستاتستكس ليبانون ربيع الهبر شكرا على هذه الاطلاله شكرا لك دقيقه مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل ونتابع هذه الحلقة وأستقبل رئيس لجنة التجارة في غرفة بيروت وجبل لبنان القنصل جاك حكيم